قال كون الأنبياء يحتاجون للتنبيه على فضل لا إله إلا الله، مو بنت النبي. النبي يحتاج التنبيه على فضل لا إله إلا الله. ولذلك الشيخ محمد بن عبد الوهاب له وجه استنباط بديع في رسالة بعثها إلى بعض أصحابه، قال انظر إلى قول الله لمحمد صلى الله عليه وسلم فاعلم أنه لا إله إلا الله استغفر لذنبه، قالها له في سورة مدنية وهو قد دعا إلى التوحيد 13 سنة في مكة. شوف الآن 13 سنة وش يسوي في مكة؟ يدعو إلى التوحيد، يعني علم بالتوحيد واعتقاد معناه وعمل به ودعوة إليه. وفي المدينة أنزل عليه سورة محمد وفيها فاعلم أنه لا إله إلا الله، هذا هو محمد صلى الله عليه وسلم. فأنت ما تحتاج إلى تذكيرك بهذا وتنبيهك بهذا مرة بعد مرة بعد مرة. ولذلك الناس الذين يتفوهون بمثل هذه الكلمات التوحيد فهمناه والناس كلها تعرف التوحيد والبلد على خير إلى آخر هذه الكلمات، أنتم ما أنكم بخير من محمد صلى الله عليه وسلم. محمد صلى الله عليه وسلم بعد 13 سنة يدعو إلى التوحيد ويعمل به ويعتقد معناه ينزل عليه فاعلم ولا فاعلم؟ فاعلم، تنبيه له هو ولغيره بعده أنه لا إله إلا الله. هذا يدلك على الحاجة إلى التوحيد أنك مرة بعد مرة. ولذلك قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في كلام الله وهذه المسائل من مسائل التوحيد ليست من جنس الكلام اللي للمطاوعة فقط، بل هذا يحتاجه الناس جميعا، الناس كلهم يحتاجون للتوحيد، وأنك تكرر عليهم مرة بعد مرة بعد مرة حتى يثبت في قلبك أنت ويثبت في قلوب الناس.